حركت أصابعها بشكل عفوي مشوش، فإذا بها تكتب على البلور مطماطة. رسمت اسمها بخط طالما سخر منه كل من رآه. إنها تكتب اسمها، ترسم الألم الجميلة. إنها تكتب اسم قرية زرعها أبوها في كيانها، هي ترسم الحلم الصعب. أدركتها أشعة الجغرافيا وشموس الذاكرة، طلقت المكان والزمان، وانكسر في مخيلتها الزجاج وطارت تحلق بعيدا. ذاكرة أب، ذاكرة وطن، ذاكرة قرية. وهل يحيا الإنسان بلا ذاكرة؟ أنا عثمان الأطرش، روائي تونسي، ولدت في قرية صغيرة جبلية اسمها تشين، تتبع منطقة مطماطة. أشتغل الآن منذ 20 سنة مدرس لغة عربية في المعهد النموذجي بمدينة جيبس. مدينة مطماطة تبعد عن العاصمة ما يزيد عن 400 كيلومتر، تقع في منطقة الجنوب الشرقي للمدينة التونسية قريبا من خليج جيبس.